السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة لشرح مادة الشركات التجارية. كنا تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن جزئيتين اثنتين. الجزئية الأولى حددنا فيها المقصود بالشركات التجارية. النقطة الثانية تحدثنا فيها عن تمييز الشركات التجارية عن بعض المؤسسات المشابهة لها. حلقة اليوم إن شاء الله سوف تكون مخصصة للأركان الموضوعية العامة هي الأهلية والرضا والمحل والسبب. قبل الولوج إلى الدرس اليوم فقط أردت أن أقول لكم بأنه لدينا ستجدون روابط اجتماعية لصفحتنا أسفل الفيديو، خاصة صفحة الفيسبوك، يعني فيها مجموعة من المقالات نقوم بنشرها مع مصدرها، وبالتالي أدعوكم إلى الالتحاق بنا في الصفحة من أجل بطبيعة الحال أن تستفيدوا من الكم الكبير من المعلومات ومن المقالات التي ننشرها بطبيعة الحال. ونمشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من شرح مادة الشركات التجارية. اليوم سوف نتحدث عن الأركان الموضوعية العامة. كما هو معلوم على أنه لا يكتمل الوجود القانوني للشركة إلا بتوافر أركان عقد شركة الموضوعية العامة. وكان سبق لنا أن عرفنا الشركة بأنها عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها. إذا ما لاحظتم معي على أنني جعلت عبارة عقد وشخصان أو أكثر باللون الأحمر، لماذا؟ لأن الشركة هي عقد، بمعنى أنها تصرف قانوني كباقي التصرفات الأخرى، بمعنى أنه يحتاج إلى الأركان الموضوعية العامة التي تشترك فيها جميع العقود والتي ضمنها المشرع المغربي في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود. وهذه الأركان هي التراضي أو الرضا، الأهلية، ثم المحل، وأخيرا السبب. يعني هذه هي الأركان الموضوعية العامة اللازم توفرها لتأسيس الشركات التجارية. سنتحدث عن كل ركن من الأركان بطبيعتها. نبدأ أولا مع أول عنصر وهو المتعلق بركن التراضي في الشركات التجارية. يوجد الرضا في العقد كما قلنا بصفة عامة بوجود إرادتين، وهاتين الإرادتين معناهما عليهما أن تتوافق من أجل إحداث آثار قانون معين. إذن التراضي ما هو كما تعلمون في قانون الالتزامات والعقود؟ هو توافق إرادتين أو أكثر واتجاههما نحو إحداث آثار قانون معين. وهذا الأمر واضح في التعريف الذي سقناه سابقا، هو العقد الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر، بمعنى هناك توافق إرادات مجموعة من الأشخاص واتجاههما نحو إحداث أثر قانون معين. ما هو الأثر في قانون الشركات؟ اتجاه هذه الإرادة إلى إحداث الشركة، اتجاه هذه الإرادة إلى إحداث الشركة. ويقصد بالإرادة من طبيعة الحال أن يعني أو أن يعي الشخص، يعني الشريك، أمر التعاقد الذي سيقدم عليه، بمعنى أنه عليه أن يعي أنه رهم غادي يتعاقد، وعليه أن ينتهي يعني قصده إلى ذلك، إلى التعاقد. وعليه لا يمكن الحديث عن الرضا في العقد إلا إذا كان المتعاقد مدركا لماهية التصرف الذي سيجريه والحقوق والالتزامات التي ستترتب عليه أو ستترتب منه عليهم طبيعة الحال. ففي عقد شركة لا وجود إلا يعني ممكنش يكون العقد الشركة موجود إلا إذا توافقت إرادتين أو أكثر على إنشاء الشركة، أي لا بد من توافر التراضي بين المتعاقدين، أي تطابق إرادتي الشركاء أو إرادات الشركاء باعتبار أنهم يكونون إما شخصان أو أكثر، يعني فما فوق الإرادة ديالهم خاصها تتطابق تطابق تام، بمعنى أن ينصب هذا الرضا على المسائل المتعلقة بطبيعة الشركة وغرضها، تقديم الحصص، طريقة إدارة الشركة، انقضاؤها، تصفية ديالها، توزيع الموجودات ديالها، إلى غير ذلك من الأمور الأساسية التي يجب الاتفاق عليها. هذه كلها يجب أن ترد فيها
او تنصب عليها الاراده. وهذا الامر هذا راه موجود حتى في الفصل 19 من قانون التزامات العقود، بمعنى انه خص يكون الايجاب وخص يكون القبول، ايجاب من الشريك وقبول من الشريك الاخر، بمعنى تطابق الارادتين. ويجب ان يكون هذا الرضا من طبيعه الحال حقيقيا لا صوريا. اما اذا كان رضا الشريك يروم فقط الى خلق وضع غير حقيقي تحايلا على القانون، بحال مثلا شي واحد كياسس شركه صوريه، فهنا كنكونوا امام وضع يعني غير قانوني، ووضع اللي كيكون مخل ما كيكونش اراده حقيقيه، يعني كيكون الامور هنايا في غالب الاحيان صوريه، كيكون يعني كاين اهداف مرا هذا الامر هذا. ويشترط في هذا الرضا من طبيعه الحال ان يكون صحيحا. متى تكتمل صحه هذا الرضا؟ تكتمل صحته في صدوره من تمام، الشخص يكون كامل الاهليه، والخلو ديالو من عيوب الاراده اللي هي منظمة في قانون التزامات العقود. وحسب المشرع المغربي فعيوب الرضا هي الغلط والتدليس والإكراه والغبن، بالإضافة إلى حالة المرض المؤثرة والحالات الأخرى المشابهة لها. وعلى اعتبار أن عيوب الرضا في المجال التجاري أو في مجال تأسيس الشركة التجارية هي قليلة جدا، يعني لا تقع جميعها، يعني ما كنتصوروش وقوع الغبن، ما كنتصوروش وقوع الإكراه، يعني ما يمكنش الشخص يأسس الشركة رغم أنفه. وبالتالي سنتحدث فقط عن عيبين هما، عيب الغلط اللي كيوقع بشكل كبير، والغلط هو توهم يصور للشخص الواقع على غير حقيقته، وبالتالي يعني الشخص يصور للشخص الواقع على خلاف حقيقته ويدفع إلى التعاقد. إذن الغلط هو واحد التوهم يقوم في ذهن المتعاقد ويجعله يعتقد بأن الأمر على غير حقيقته ويحمله على التعاقد، بمعنى بحيث لولا هذا الوهم لما أقدم على التعاقد. وبالتالي ما يكفيش فقط أن الشخص يوقع في الوهم أو لا يتصور له الواقع على غير حقيقته، وإنما يجب على ذلك الأمر أن يدفعه وأن يقوده إلى أن يتعاقد وإلى أن يؤسس شركة. وبالتالي يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت التعاقد أن يطلب إبطال العقد، كأن يقع الشخص مثلا في الغلط على شخصية أحد الشركاء في شركة الأشخاص كشركة تضامن مثلا، كتعتقد بأنني أنا مالئ الذمة، بمعنى راه عندي الفلوس، أنت ما كتعرفني بأنني أنا مالئ الذمة، يعني راه عندي الفلوس من قبل، ولكن ما كتعرفش مثلا الله وقع لي واحد الإفلاس ولا شي حاجة، وأنت كتعاقد معي في الشركة، يعني في شركة تضامن على سبيل المثال اللي هي شركة الأشخاص، وأنت تعاقدتي معايا على أساس الوضع المالي ديالي أنا، ولكن في حقيقة الأمر أنا مفلس. فهذا الأمر يعني غلط وقع لك في الشخص، يمكنك أن تطالب ب يعني إبطال الشركة أو بطلان ديالها. كاين الغلط اللي ممكن يوقع لك في القانون، يعني ممكن يوقع لك مثلا في غرض الشركة، ممكن يوقع لك في الشركة بحد ذاتها، بمعنى أنت كتعتقد بأنكم غتأسسوا شركة ذات المسؤولية المحدودة، في حين أنكم غتأسسوا شركة التضامن، وشتان ما بين التضامن وبين المسؤولية المحدودة على مستوى المسؤوليات على مستوى مجموعة من الأمور. الغرض الثاني، عفوا العيب الثاني الذي يصيب الرضا في قانون الشركة بشكل كبير هو التدليس. والتدليس هو استعمال خادعة توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد. يعتبر التدليس من أكثر العيوب شيوعا في ميدان الشركة التجارية، بحيث يمكن للشريك اللي كان ضحية هذا العيب هذا أنه يتر الوسائل التدليسية، مثلا الشخص اللي كيعمل يعني كيستعمل بعض الوسائل التدليسية من أجل أنه يوقعك في واحد الغلط كيدفعك للتعاقد. وحنا طبيعة الحال كنقولوها دائما أنه ما يكفيش فقط أنك توقع في الغلط، وإنما خصك هذا التدليس هذا والاحتيال هذا وهذه الخديعة اللي وقعتي فيها تدفعك إلى التعاقد. كيفاش كيوقع لك، كيفاش كيوقع هذا استعمال التدليس في ميدان الشركة؟ أن الشخص كيعطيك معلومات كاذبة، أو أن الشخص يقوم بإخفاء بعض المعلومات عليك، هذه كلها أشياء تدفعك إلى الوقوع في الغلط، وبالتالي تدفعك إلى التعاقد، بمعنى أنه لولا هذه الوسائل الاحتيالية لما وقع المتعاقد في الغلط، وعلى الأقل لما قبل أن يبرم العقد الشركة انطلاقا من هذه الشروط هذه. وترتيبا على ذلك من طبيعة الحال يتعين على المتعاقد أن يكون رضاه سالما خاليا من عيوب الإرادة، وبالتالي كل رضا كان ناتجا عن استعمال وسائل احتيالية دفعت الشخص إلى أن يتعاقد، كيكون من طبيعة الحال الشخص عنده الإمكانية أنه يطلب إبطال هذه أو بطلان الشركة.
ويلزم أن تكون الوسائل الاحتيالية التي صدرت من المتعاقد الآخر، من الشريك الآخر، أو أي شخص يعمل لحسابه، أن تكون سببا يعني دفعك إلى التعاقد، كما قلنا من طبيعة الحال. يمكن القول على أن التدليس سواء شارك فيه الشركاء أو باقي الشركاء أو للمؤسسين أو كانوا عارفينه أو لما كانوا شي عارفينه، يعني ما كانش عندهم شي يد، يعني شي شخص آخر هو من قام بذلك أو كان لهم علم به، فهو يعيب الإرادة. بالتالي علاش هذا الأمر هذا؟ لأننا لا ننظر إلى التدليس في ذاته، وإنما إلى ما أحدثه من أثر قانوني في نفسية المدلس عليه، وبالتالي عنده الحق أنه يطالب بإبطال الشركة. هذا فيما يتعلق بركن التراضي. ننتقل الآن للحديث عن ركن لا يقل أهمية عن سابقه، وهو المتعلق بالأهلية. طبيعة الأهلية كما هي معروف أنتم تعرفونها في قانون التزامات والعقود، لكن نحن سنتحدث عن الأهلية باعتبارها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق. تعرف الأهلية في الميدان التجاري بأنها صلاحية الشخص لاحتراف الأعمال التجارية وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية. أنا يعني لم أتحدث عن الأهلية بشكل كبير، نظرا لأنها أمر بسيط جدا، وأنه توفر في الشخص 18 سنة شمسية كاملة، وأنا أتحدث عن أهلية الأداء وليس أهلية الوجوب عموما. فالأهلية في الميدان التجاري هي أهلية يعني صلاحية الشخص كما قلت لكم لاحتراف الأعمال التجارية وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية. وحتى في قانون الشركات وفي المدونة التجارة أحال المشرع المغربي بخصوص الأهلية التجارية على الأحكام الواردة في مدونة الأسرة، كما أنه أورد أحكاما خاصة تتفق مع طبيعة العمل التجاري، سواء تم مزاولته في الشكل الفردي أو حتى تم المزاولة دياله في شكل شركة تجارية. وبالتالي يجب أن يكون الرضا صادرا عن ذو أهلية، أي أن تتوفر في هذا الشريك الأهلية التي يشترطها المشرع، وذلك ببلوغه 18 سنة كما قلت لكم، مع انتفاء عوارض الأهلية اللي هي كتكون بحال السفاه والعتاه أو الجنون. بالتالي ممكنش تأسس شركة مع شخص سفيه أو لشخص مجنون. وهنا على سبيل المثال تعتبر تصرفات عديم الأهلية باطلة، بالتالي ممكنش نأسسه مع الشركة، ويعني ما يمكنش أن من حيث المبدأ أن يكون واحد الشخص عديم الأهلية شريك في شركة. أما القاصر اللي بلغ 16 سنة من العمر دياله وتم الترشيد دياله يعني من بناء على طلب تقدموا به المحكمة وآنس في نفسه الرشد وأصبح هنا الأمر يختلف من طبيعة الحال. وبالرجوع للقواعد العامة نجد على أن الأهلية تختلف في قانون الشركات بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. ففي شركات الأشخاص على سبيل المثال، حيث يكون للشريك المتضامن صفة تاجر، فإنه يشترط فيه أن يتوفر على الأهلية التجارية تحت طائلة البطلان أو حل الشركة، بمعنى أن الأهلية أو شخصية الشريك لها اعتبار كامل في شركات الأشخاص، وبالتالي من الضروري أنه يتوفر على يعني ما كنقول شركات الأشخاص، كنقصد شركة تضامن، شركة التوصية البسيطة، يعني هذه الشركات هذه الغرض ديالها، وشركة المحص كذلك إذا كان غرضها تجاريا. فهنا الشريك عنده واحد الأهمية كبيرة وشخصية ديالو معتبرة، وبالتالي ما يمكنش أن الشخص اللي غيكون شريك في الشركة إلا أنه يكون عنده أهلية الكاملة، أي أن يكون أو مرشدا بطبيعة الحال. أما بخصوص شركات الأموال بما في ذلك شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث إن الشركة هي تعتبر يعني تاجرة، بمعنى الأشخاص ما كيكونش عندهم واحد الحضور، ما كيكونش عندهم واحد يعني ما كيكونش شخصية الشريك يعني معتبرة أو لديها أهمية كبرى، وبالتالي أنه ممكن أن الشخص ولو كان قاصرا فما كاينش مشكل، ممكن أنه يستثمر الأموال ديالو ويدخل في شركات يعني شركات الأموال، لأن هنايا المسؤولية الشركة تكون محدودة لا تتجاوز حدود مساهمتها في رأس المال، وبالتالي ما كيكتسبش الصفة التجارية، فكيمكن أنه يكون جزء من هذه الشركات. الآن سننتقل للحديث عن نقطة مهمة أيضا وركن آخر، وهو ركن
المحل في الشركات التجارية. ركن المحل في الشركات التجارية، نقصد بالمحل في الشركات التجارية هو غرضها الاجتماعي، أي النشاط الذي تمارسه، والمتمثل يعني في النشاط الذي اختاره الشركاء من أجل ممارسته، وكيكون مضمن طبيعة الحال في النظام الأساسي للشركة. غير أن واحد الأمر يجب التنبيه إليه بشكل يعني شديد، هو أنه محل التزام الشريك هو تقديم حصة نقدية أو عينية أو صناعية. بمعنى يجب أن تميزوا ما بين محل الشركة ومحل التزام الشريك. محل الشركة بمعنى غرضها، تأسست من أجل العمل، يعني من أجل ممارسة نشاط سياحي، من أجل ممارسة نشاط صناعي، من أجل يعني لا يكون أنه مثلا صناعة الأحذية التقليدية أو صناعة الغذائي المواد الغذائية أو صناعة أشياء، يعني هون هذا الأمر هذا هو الغرض الشركة، أما هو المحل الشركة عفوا، أما محل الشريك هو أنه يقدم واحد الحصة. هذه الحصة تقدر تكون نقدية، تقدر تكون عينية، تقدر تكون صناعية. صناعية معنى أنها العمل دياله، بمعنى أنه المجهودات والخبرات التي ركمها. إذن محل الشركة هو يتمثل في غرضها أو النشاط الذي تزاوله، ويشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً، أن يكون مشروعاً، أن يكون محدداً بدقة، أن يكون محدداً بدقة. إذ بدون التحديد هذا ما يمكنش أننا نطبق القواعد المرتبطة بالنشاط دياله. فإذا كانت تمارس النشاط المرتبط بالنقل على سبيل المثال، فيجب أن يكون محل الشركة محدداً، بمعنى يعني النشاط العام هو انها كتمارس النقل، ولكن خصو يكون محدد واش كتمارسنا النقل الطرقي، واش كتمارسنا النقل الجوي، واش كتمارسنا النقل البحري، او لا كتمارس يعني كتنقل البضائع، واش كتنقل الاشخاص، او انها كتجمع بيناتهم. بالتالي يجب ان يكون محددا بدقه، ان يكون ممكنا، وان يكون مشروعا، اي ان يكون غرض الشركه داخلا في دائره التعامل، او حسب التعبير يعني القانون الفرنسي أو حتى الفقهاء الفرنسيين يقولون أن يكون داخلا في دائرة التعامل أو في دائرة التجارة. فتصدد هذا المشرع المغربي مثلا، أكدنا في القانون ديال 95 متعلق بباقي أنواع الشركات، أكدنا على ضرورة حصر يعني بعض الأعمال الخاصة في شركات المساهمة، مثلا بحال النشاط البنكي، القرض، الاستثمار، التأمين، الرسمالة، الادخار، إعادة التأمين. هذه الأمور كاملة ما يمكنش تمارسها إلا شركة المساهمة فقط، يعني هذا كجانب في إطار تحديد يعني الغرض الشركة، يعني في الالتزام ديالها. وهذا المحل الالتزام أو محل الشركة خصو يكون مشروعا، يعني ممكن نقول خصو يكون مشروعا بمعنى ما يكونش مخالف للقانون، ما يكونش مخالف للنظام العام، ما يكونش مخالف للأخلاق الحميدة، يعني يكون من ناحية القانونية مشروع. ممكن نقول مشروع كنقول بمعنى راه أعطيكم على سبيل المثال أن الشركة كتمارس مثلا في الميدان، مثلا تأسس من أجل التعاطي في الدعارة، أو من أجل التجارة في المخدرات، أو التجارة في البشر. هذه كلها غرض غير مشروع، أغراض غير مشروعة بتاتا. الآن سننتقل للحديث عن ركن آخر وأخير في الأركان تأسيس الشركات التجارية، وهو السبب في الشركات التجارية. من بين الأركان العامة التي يجب أن تتوفر في عقد شركة هي أن يكون لهذا العقد سبب صحيح ومشروع، ويفترض القانون وجود هذا السبب ومشروعيته. بمعنى حتى لو ما تذكرش، يعني حتى قانون التزامات العقود، حتى لو لم يتم ذكر سبب العقد، فيعتبر بأنه للعقد سبب ومشروع بالدرجة الأولى، يعني مشروع. وهذا فقط من يقول بأن هذا لا يوجد سبب أو لا سبب غير مشروع، هو من عليه أن يثبت بأنه هناك سبب غير مشروع. فوفقا للنظرية الحديثة، السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد. السبب الذي يحدد التزام الشركة الشركاء في الشركة هو كي عنده جوج الأوجه. واحد الجانب أن السبب من ناحية أولى كيتمثل في إرادة الاشتراك من أجل الحصول على الأرباح. هادشي علاش أنا تعاقدت الشركة، من أجل أنني نشارك معكم، من أجل أننا نحقق الأرباح اللي شفناها قبايلاتي، يعني كي في عقد الشركة اللي هو أنهم يجتمعان
عقد بمقتضى يضع شخصان او اكثر اموالهم او عملهم او هما معا بقصد تحقيق الربح اللي كيتقسم. هذا هو السبب، هو واحد الباعث اللي يدفع الشركة انه يتعاقد، انه بغى يجني ارباح. هذا من جانب. ومن ناحية اخرى اللي هو تحقيق واحد الهدف اجتماعي. الشركة اللي كتكون مثلا في تصنيع المواد الغذائية، الهدف الاجتماعي ديالها هو انه تصنع مواد غذائية عفوا، وانها تلبي الطلبات ديال المجتمع. هنا واحد السؤال يطرح هو بشدة، هل يتمثل السبب في سبب التزام الشريك اي الباعث الدافع الى دخوله في الشركة، ام يتمثل في غرض تكوين الشركة؟ واش السبب في تأسيس الشركة هو الغرض ديالها، بمعنى غرض الشركة، ولا هو التزام هو ديك الدافع اللي او ديك الباعث اللي دفع الشريك انه يتعاقد؟ في حقيقة الامر انه من الصعب جدا اننا نفصل ما بين الباعث الدافع الى اللي دفع الشريك انه يدخل في الشركة واللي كيكمل في تحقيق الربح واقتسامه مع باقي الشركاء، وبين الغرض من تكوين الشركة، لأن تأسيس الشركة هو وسيلة لتحقيق ذلك الأرباح، أو هي وسيلة لدخول الشريك في الشركة، ومن ثم يتعين التمييز ما بين السبب وما بين محل الشركة، بمعنى محل الشركة راه هو الغرض ديالها، والسبب هو مختلف. مثلا إذا كان الباعث من دخول الشريك في الشركة واحد الشركة تمارس واحد نشاط تجاري مشروع تجاريا مشروعا، هو يعني واحد الشركه كتمارس على سبيل المثال تبييض الاموال المترتمه عن جرائم بيع الاسلحه او المخدرات او الارهاب ولا شيء بحال هذا. اذا كان محل مشروع فالسبب غير مشروع. باش نعطيكم مثال نوضحكم ان واحد الشركه كتمارس العمل ديالها في اطار صناعه الادويه، هو عمل مشروع ولكنها ما حصلتش على الترخيص، بمعنى السبب غير مشروع، هو المحل المشروع ولكن السبب غير مشروع، ما عندهاش شنو اسمه، ما عندهاش الترخيص. فالأمثلة كثيرة جدا في هذا الجانب. هذا أهم شيء في السبب أنه يكون مشروع، هو اللي تحدثنا عليه داوة، بمعنى إذا كان السعي للحصول على الأرباح واقتسامها مع الشركاء من تجارة الأسلحة أو للدعارة أو للمخدرات، إذا كان السبب مشروعا فمحل الشركة غير مشروع. السبب شنو هو؟ هو أنه الشريك الهدف الأساسي ديال هو أنه يسعى إلى تحقيق الربح واقتسامه، هذا مزيان، ولكن محل الشركة اللي هو التجارة في الأسلحة وسياحة الدعارة وإلى غير ذلك، هذا غير مشروع. هذا بعجالة وباختصار شديد ما يتعلق بالأركان الموضوعية العامة لتأسيس الشركة. طبيعة الحال إذا كان السبب غير مشروع، إذا كان المحل غير مشروع، إذا كانت الأهلية ناقصة أو عديمة، وإذا كان الرضا مشوبا بعيوب، فهنا العقد يكون باطلا باطلا باطلا. ومن طبيعة الحال إذا توفرت الأركان كاملة وكانت صحيحة وسليمة، فإنها تساهم في تأسيس الشركة زيادة على باقي الأركان الأخرى، والتي سنتحدث عنها في حلقة مقبلة إن شاء الله.